أحبائي، سعد لي صباحكم. صباح النور عليكم. أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم يا رب. بونجور تول موند، جود مورنين، بونجورنو. محتوى فيديو اليوم هو حديث مني لكم. قد يمس بعض الأشخاص، ولكن في المطلق سيكون حول تفاعلكم your interaction في القناة. الرسالة الأولى هي للأشخاص التي توقفت عن التفاعل، أو الأشخاص التي غضبت مني يعني الأشخاص اللي زعلانة مني، وأنا نعرف أنهم يسمعوني ولكنهم واخدين جنب. يعني نحبكم تعرفوا أنني أستعمل يعني هذه حقيقة اكتشفتها منذ سنوات، أنني أستعمل، أنا كشخص أستعمل من طرف الكون لتبليغ رسائل ما. هذا مش بخاطري، يعني مش أنا اللي قررت أنني نكون هكذا، ولكن في الغالب، لاحظوا معايا، في الغالب الناس اللي تكون طيبة وعندها رسالة في الحياة وعندها مسار روحي جيد، ثم حادت عنه أو توقفت أو حصل لها مشكلة ما والكون أراد أن يساعدها بطريقة ما، قد يستخدمني لأن أوصل لها رسالة معينة. وقد حصل هذا الأمر معي في الكثير من المرات، حتى قبل أن أدخل اليوتيوب بسنوات. فلذلك الناس اللي زعلانة مني، المصرية تتكلم الناس اللي زعلانة مني لازم تشوف ما هو الأمر الذي أزعجها مني وتحلله، وترى ما هي النتائج التي ترتبت عن هذا الفكر في حياتها. عندي أشخاص تصلوا بي يعني في الجروب، وكانوا واخدين مني موقف، ثم رأوا أن الموقف الذي أخذوه مني كان خطأ، وأنهم حينما حللوا وجه الخطأ فيه تصححت علاقتهم سواء بتوائمهم أو بأسرهم أو ما شابه. فلذلك نقول لجميع الأشخاص اللي انزعجوا مني لأمر ما، راجعوا الأمر اللي انزعجتوا فيه مني، وأنا متأكدة أن هذا الأمر يسبب لكم مشكلة ما في حياتكم، لمجرد أنكم دخلتوا في حالة غضب وفي حالة عزلة، فهذا دليل على أن هناك عقدة قيامة أنبوغ يعني. أوكي؟ الأمر الثاني، أنا أعتبر قناتي مثل بيتي الثاني. هذا البيت أستقبل فيه كل الناس. بيتي الأول أستقبل فيه الناس اللي من أسرتي فقط أو أحبابي فقط، المقربون يعني. وهذا البيت أستقبل فيه أحبابا وأرواحا في كل أمكنة الأرض، وأحاول أن أتفاعل معهم قدر المستطاع، لأنه مش كل ما نشتهيه ندركه. أنا لو عندي عصا موسى مثلا، يعني أضرب بهذه العصا فتنصلح كل أمور الدنيا، هذا مبتغاي، هذا الشيء اللي نحب عليه، ولكن للأسف لا يمكنني فعل ذلك. كل ما يمكنني فعله هو أن أجتهد وأحاول أن أوفر بعض الوقت، بل الكثير من الوقت أحيانا، حتى أوصل أشعة من النور إلى بعض الأشخاص. وإن استطعت أن أنفذ في مكان صغير
في حياتهم لأصلح شيئا فيه، في نفسيتهم أو في طاقتهم أو في علاقتهم مع الآخر، فبالنسبة لي هذا مكسب. أنا لا أريد أكثر من ذلك. يعني أنا بالنسبة لي هذا مكسب. أكيد الناس ممكن يعني ترى الأمور بطريقة أخرى. لا أدري، مثلا مرة واحدة قالت لي أي من حظك مثلا أن قناتك فيها إشعارات. يا بنتي، الإشعارات الإعلانات هذه اللي تشوفيها تجيب لي 100 أو 200 دولار، وأنا لما نروح نتعشى مع زوجي وبنتي نصرف أكثر من 100 دولار أو 150 دولار. فبالنسبة لي أنا هذه ليست أموالا يمكن أن يعني نعتبرها كمصدر دخل أو كمصدر رزق، أوكي؟ بالمقارنة مع المجهود اللي نبذله حتى نوصل فكرة معينة أو حتى نوصل رسالة معينة. بالإضافة إلى كل هذا، أنا نعرف أن طاقتي في الغالب هذا لا يعني أني لا أدخل حالات غضب. أحيانا نكون out of service، أحيانا نخرج عن الخدمة ونولي out of service. أنا أعرف أن طاقتي في مجملها إيجابية، ولما يكون الإنسان طاقته إيجابية فهو معالج، بمعنى أنه طاقته توصل للناس اللي تسمعه وتعمل فيهم أثر إيجابي. سكي بوزيتيف فدوني دي بوزيتيف، ما هو إيجابي يعطي إيجابي، وما هو سلبي يعطي سلبي. أنت لما تدخل في علاقة مع شخص سلبي راح تصبح سلبي. فإذا الشخص اللي وجد نفسه قلت أنه منزعج، فمعنى ذلك أنه يا إما طاقات سلبية كبيرة مسيطرة عليه ومش قادر يتخلص منها، يا إما عنده مشكلة في النقطة اللي مختلف فيها معايا، فلازم يروح يشوف ما هي هذه المشكلة. أوكي؟ لماذا؟ لأني أنا أعرف ما بداخلي، وما بداخلي هو صدق صادق، صدق وصادق 100% باتجاهكم. فإن أنت فهمتني غلط أو أنت فهمتني غلط، فهذا يعود إلى طريقتك أنت في فهم الأمور، لأنني في الغالب لا أحكم على الأشخاص ولا على الجنسيات ولا على الأديان ولا على أي شيء. وهذا مش مؤخرا، أنا شخصية عايشة بهالطريقة منذ زمن، منذ سنوات، يعني منذ أكثر أو ما يزيد عن 15 سنة. الآن آخر شيء نقوله، البوست اللي حطيتها على المنتدى، آخر بوست حطيتها على المنتدى، رح نحذف كل سؤال نجاوب عليه، رح نحذفه. مثلا السؤال اللي جاوبت عليه عن النبذ والهجر رح أحذفه. انتم عليكم تروحوا تصوتوا على السؤال اللي تحبوني نحكي عليه في المرة الجاية. أوكي؟ ذوك رح نحذف الآن، رح ندخل القناة نحذف هذا السؤال وانتم صوتوا على السؤال الجاي. أوكي؟ يلا أحبائي، احنا نعمل لكم أوديو اليوم العشية للغيرة، تحليل نفسي. مع السلامة، سألقاكم.